سئمت تكاليف الحياة ومن يعش. 80 حولا لا أبا لك يسأمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. زهير بن أبي سلمى حكيم الشعراء في الجاهلية وأحد الثلاثة المقدمين على الشعراء في عصره، وصاحباه الآخران هما أمرؤ القيس والنابغة الذبياني. ولد زهير بغطفان لأسرة تحب الشعر. قال عنه عمر الفاروق: زهير شاعر الشعراء. كان والده شاعرا وزوج أمه الشاعر المعروف أوس بن حجر، وقيل إن الخنساء أخته. عرف زهير بعفة النفس ودماثة الخلق، فتدفق شعره بالحكم بعيدا عن العصبية الجاهلية. دعت أبياته إلى حقن الدماء حتى سمي شاعر السلام. مزجت قوافي زهير بين العاطفة والعقلانية، أبحر في وصف الصحراء والخيول، ونظم قصائد في الحكم، ومدح من هم أهل للمدح، منهم حكيم العرب هرم بن سنان والحارث بن عوف، اللذان أوقفا نزيف الدم بين القبائل في معركة داحس والغبراء. جمعت معلقته بين الغزل والحكمة والمدح. أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي، بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي. عاش زهير حكيما في قومه والعرب 87 عاما، ولما اقتربت منيته رأى رجلا يصعد به إلى السماء ثم يعود، فقص الرؤيا على أحد أبنائه وأمره إن بعث نبي بعده باتباعه. مات زهير قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعام واحد، وقيل أكثر من ذلك. أسلم أبناؤه واتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان والدهم زهير داعيا إلى الإسلام قبل ظهوره.